السلام عليكم ورحمة الله. هلا شباب، شو اخباركم؟ انا قلت ودنا نقفل المنهج، ايش رايكم؟ والاسبوع القادم البرزنتيشن ان شاء الله لو نحدد له يوم، ايش رايكم؟ تبون هذا، تبون في يوم الحالة، تبون يوم الأربع القادم؟ بس أنا اللي يهمني إن يعني الاثنين ننهي البرزنتيشنز بالكامل أفضل، وبس أهم شيء نقفل المنهج. الوقت ضيق، أنا عارف، والله مقدر، لأن حقيقة وصلتني إيميلات من بعض زملائكم إنه دكتور والله منضغطين وفي عندنا تسليم ومقدر انا الوضع هذا، فقلت خلني اقفل المنهج واريحكم بعدين نتفاهم ان شاء الله. تبون اون ساتردي القادم نخليه، نعطي ساعتين كذا او ساعة ونص اقفل المنهج؟ I have no problem as well. اوكي، خلنا نتناقش عليها ان شاء الله، يعني زي اللي نحجز السبت وندخل ونجتمع، يعني it's up to you، فكروا فيها. لا انا والله عشانكم، لكن الله يسر ان شاء الله. طيب خلينا نبدا ان شاء الله باذن الله. اليوم راح نتكلم على شيء اسمه مالتيبل تيمز مانجمنت. المالتيبل تيمز مانجمنت هذه جانب يركز على الكونسبت، ايش وات داز مالتيبل تيمز، يعني يوم يكون عندك اكثر من فريق وانت تعتبر بروجكت مانجر، هاو تو ديل وذ ذم، وش التشالنجز اللي في المانجينج ديفرنت تيمز، الكلاسيفاينج مالتيبل تيمز، زي المدير العام اللي تحته ادارات. اذا قال مدير عام تحت مجموعه من الادارات في الاورجنايزيشنز الكبيره، اذا في زملاء مثلا في القطاع الخاص يقدرون يعلمون وش الفكره هذه. بيجيكم مثلا جي ام وتحت دايركتورز او تحت ديبارتمنت مانجرز، فهذه بالطريقه هذه نوع من التحديات. طبعا هذا على مستوى اداره عامه، لكن على مستوى المشاريع ما في شيء اسمه جي ام وغيره، خلاص هو البروجكت مانجر از مانجينج مور ذان وان تيم. راح نتكلم على السوبر تيم ستراكشر، نتكلم على الكور تيم ستراكشر، وهاو تو بوت ات اول توجذر، يعني هاو تو لينك بعض التكنيكس الفنيه في هذا. اول شيء، وات داز مالتيبل تيمز مين؟ الفا تيم، بيتا، جاما، دلتا، ديفرنت تيم، وكل تيم له شيء معين أو مسؤولية معينة، responsibilities معينة، و your role أنه أنت to manage. هذا طبعا يكون في key person للتيم هذا أو team leader أو whoever اللي تحته، فيصير مسؤول عن أنه كيف ينهي العمل. When projects involve more than two teams you should expect potential conflicts between methodologies. أكيد for sure الميثودولوجيز راح تكون هذا الكواليتي في العمل يختلف. Integration of independently developed processes may be simple or might be very complex based on the maturity of the team processes. راح نشوف الآن تغلل. بعض التشالنجز in managing team project and there is in the presence of multiple independent teams the project manager seems to have been managing multiple projects. However, in reality it's not true. Everyone should be clear to everyone that all the teams are working on a single project. هو ترى project واحد بس انه different roles and responsibilities. فانت اول شيء you have to have خلينا نتكلم في الواقع a very clear roles and responsibilities لكل فريق، وش دورهم وش راح يسوون وش الاوتكمز حقتهم. ولا فريق every team will have a separate projects manager
at the team level. However, there may be one project manager for the overall project. يعني هم يتعاملون مع أن خلاص هذا managing the time, managing the cost. يعني فاهمين هذا الكونسبت، بس إنه كأنه project manager. وفي فوقهم اللي هو الجنرال بروجكت مانجر او اللي هو الاوفر اول بروجكت مانجر. These team level project managers are responsible to establish management infrastructure which will be responsible for the entire project. The lack of resources compel a number of project managers to manage concurrent multiple and dependent projects. Working with teams from different companies, two or more organizations, lead to most complex types of هذا. لأن ترى ممكن يكون هذه شركة وهذه شركة ثانية، زي مشاريع البناء يكون مقاول مثلاً كم وتحت فريق مسؤول عن التبليط والأشياء هذه، ومقاول ثاني شغلته مثلاً مسؤول عن السباكة والكهرباء وإلى آخره. إذا جينا نعكسها على المشاريع، في ناس مسؤولين عن الهاردوير، في ناس مسؤولين عن السوفتوير، الانفراستراكشر اتسترا، الداتا. Collaborative efforts from two or more independent organizations. The contractor will try to impose their processes on your leading to conflicting processes. قد يكون في تعارضات أحيانا بينهم. مثلا هذا لاعب يجي يقول لك والله حقين الانفراستراكشر مضطرين إن يحفرون at the same time هذولي they will start مثلا managing issue أو إنه خلاص خلصوا الحفر وبعدين اضطروا يحفرون مرة ثانية ويكونون فريق ثاني بدأوا في المبنى فتختلف العملية شوي. Okay. Working with firstly independent team cultures. طبعا الكالتشر جانب جدا مهم، انت قاعد تتعامل مع different cultures، هذول لهم طريقة معينة. في ناس لا تحس انهم very يعني تحس انهم one piece، يتغدون مع بعض يسولفون مع بعض. في فريق لا منفصلين علاقتهم للأسف، ما هي tight enough. They may have served the clients well, it may not work well for multiple team projects. يعني في نوع من التحديات. Working with different team process, integration of processes may be the result of a multiple team project. One process will be established or established process that will combine the deliverable from several processes. يعني انت لاحظ في الاخير تبغى تستلم، نفترض تبغى تستلم غرفة. في ناس اول شيء انت ترتب العمل بينهم، ولاحظ انه في تايم على البروجكت. فتضطر انه مثلا في ناس يمسكون الانفراستراكشر، بعدين في ناس بيسلمون هذا، بعدين انت تبي تسلمها از وان بيس وتسلمها للكلاينت انه تقول والله هذه جاهزه. مثلا نتكلم ملحق الله يكرمك، مثلا في دوره مياه تحتاج الى هذا، في ناس مسؤولين عن الشبكه، في ناس، واحيانا يكون في اوفرلابينج بين التيمز، تلقى هذول شغالين على شيء وهذول شغالين على شيء ثاني. The importance of integration should be weighted towards success. يعني في الأخير أنا I wanna come up with هالملحق هذا أو الدور أو الفلة أو whatever. Accommodating competing priorities. Team members usually give priority to their clients rather than to the multi-team project. Balancing these competing and conflicting priorities is a challenging task. يعني ترى giving a priority وكل فريق يعطي priority لشيء معين، وقد يكون عندهم different clients، وقد يكون هذا وهذول يتأخر، هذول ما راح نبدأ لأن هذول يخلصون، ما راح ينفع نسوي شيء. مثلا التسليك الكهرباء ما أقدر أجي أضرب بوية والكهرباء والله إلا ما خلصوا، ما مثلا مش بيصير تمديد خارجي. وهذا ترى يظهر أنه أحياناً زي الملاحق اللي يطلع لك ملحق، الملحق ماشت في تمديد كهرباء خارجي، ماش ما في تنسيق ما في أي هذا، بدولي بدأوا قبل وبعدين تنبهوا قالوا آه لا والله محتاجين فياش أكثر، محتاجين يعني شيء مزعج حقيقة. بس أنا قاعد أحاول أوصل لكم الفكرة أنه
تشوفون وش الكومبلكسيتيز اللي هذا تصير، يكون الواحد ما حسب حساب. طبعا في اش تبيبه، لا في اش تقول لا والله انا لاني انا اي نيد ابشبك اللابتوب حقي، وفي ناس يقول لك لا والله لا انا التلفزيون، طيب انا حطيته في اش التلفزيون، طيب وليش؟ لا والله انا كل التلفزيون. لاحظوا شفتوا المشاكل هذه؟ هذه ما هذه ترى مشكله تيمز على فكره. اوكي، establishing a project management structure. Multi-team projects are complex and managing team is challenging. أنا متأكد أن في اختبارنا راح تذكرون الملحق. ما أدري، وفي ناس راح تضحك. ها، ولا وش رأيكم؟ Team structure should be chosen to meet the needs of multi-team projects. بعدين لازم يكون في هذا. أحياناً يقول تصدقني عشان الكوهيرنس في العمل والانتجريشن تضطر انك تقول والله ابغى اجيب ناس من نفس الجنسيه. انت ما مو قصدك الجنسيه عشان هذا، لا عشان الكلتشر واحد، they know how to talk together والاين وهذا، فيعني يختلف الوضع سبحان الله. Establishing one project management life cycle. لاحظ انه في different life cycles لان كل فريق له هذا، وهذا متى بدا وهذا متى تاخر. إذا ما حاولت تضبط الوقت واللايف سايكل حقت الآدم من البداية إلى النهاية، من الانيشيشن إلى الكلوزنج، مشكلة. The project life cycle should be developed and the inception of the project be documented and become part of working project schedule. ما شفتوا موضوع scheduling؟ Building an integrated project plan and schedule. لاحظ انك تضطر انك يعني تتفاهم مع ذولي وتتفاهم مع ذولي وتتفاهم مع ذولي. The overall project. طبعا احنا اذا جينا نحطها نربطها بالواقع، المواضيع الاي تي بروجكتس يكون فيه بروجرامر، يكون فيه انفراستراكشر بيبل مسؤولين عن النتوركينج والكيبلينج، وفي ناس يكونوا مسؤولين عن الانستليشن، في ناس يكونوا مسؤولين عن الاكسكيوشن لجزئيه معينه خاصه مثلا بالانفراستراكشر، وفي ناس يكونوا مسؤولين عن رننج اند كومبايلنج هذا وتاكد انها فعلا نفتس وذ الريكويرمنتس حقت. هذه احد الامثله على كلاسيفاينج مالتيبل تيمز، الكومبلكسيتي والليفل اوف كومبلكسيتي. طبعا تزداد الامور تعقيدا. بروجكت اوفيس ستراكشر. In order to manage large or mission critical projects, زي حقيقة الحين احنا الحين تعبنا من ملحق، ما بالك اذا قاعد تبني لك قصر. So you have to establish a project office. A project office is a temporary management structure established to coordinate and support the work of several independent teams. تفضل ابراهيم. Who are concurrently working on the same single project that has dependencies across the team structure. في شيء إبراهيم؟ ولا ضغطت بالغلط ده. هذا project office structure. هذا project office manager. PO support staff. هنا team manager. Team manager. هم قالوا إنه project manager. هم at the end. He's a team manager or team leader. Roles. شفتوا هذا الكلام اللي انا قاعد اقول لكم عليه. Roles and responsibilities. اذا ما كان في roles and responsibility document توضح وش دور كل واحد وش هذا بالتايم بالكوست وكم راح يكلفون وش اعدادهم والى اخره، راح ندخل فيه. Monitor manager resource use process scope change request. يعني يعتبر ترى كل هذا كل واحد project لحاله، فعشان كذا هو صعد الموضوع وقال ترى كل واحد هيز بروجكت مانجر يتعامل مع الستاف اللي لازم عنده يكون نوعا ما منهم سكيلز. تلقاه ما يعني ما يكون بروجكت مانجر بقدر ما هو عنده الباك جراوند وهي نوز هاو تو ديل، احيانا ينقص بعض التكنيكس والسكيلز. فالبروجكت مانجر يعني يحاول انه كور تيم سي تي اللي هو كور تيم ستراكشر از ا تمبرري تيم comprising a small number of subject matter experts SMEs
chosen and managed by the core team manager. These well, those SMEs consult, advise, and support the CT manager, the core team manager, and the teams assigned. احفظ هالديفينيشن دي خطيرة. هذا مثال للكور تيم. نفس فكرة اللي قبل. The roles and responsibilities of the core team and the core team manager include advise each team on technical matters, provide subject matter expertise on enterprise systems and processes, support each team as requested and needed, collaborate with and advise from the core team manager as requested, negotiate and help to resolve inter-team problems. A super team is a temporary management structure. هذا super team خلنا نعطيكم اياه. شوف ايش تحته. واو، senior project manager, senior project manager, associate. شفت هذه اللي كلمة associate. assistant project manager وتحتهم team leader. زادت هذه في طبعا مشاريع كبيرة ضخمة وفيها complexities عالية وإلى آخره. super team, the roles and responsibility, organize and manage projects. develop. أنا هذه وجهة نظري إن تلخصونها، ترى تلخيص ممتاز. في أسئلة ترى تيجي من انتبه. putting all together, the following four factors are discussed that affect your choice of best fit project structure. project management maturity, the complexity and uncertainty. طبعا ترى الكومبلكسيتي جدا مهمة. a total team size والcriticality of their work وتأثيره على المشروع الـ overall project. okay. either للـ PO or CT. ترى هم قريبين لبعض يعني، بس هذا لا دور أعلى الـ project office. structure is recommended for organizations at level 1 or 2 maturity. organization at level 3 to 5 may use any structure with better results. as complexity and uncertainty increase, the best fit structure changes from PO to CT and finally to ST. okay. total team size, as team size increases, the best fit structure changes. يعني يختلف. هذا الورام كذا مقدرنا اخر شابتر زي كذا. as criticality increases, the best fit structure. نفس الكلام. the following are covered related multiple teams. project office structure, the core team and super team. يعني طبعا هذا اكبر شيء لان تحته different project managers وتحتهم core team وassistant و... يعني سوري مو core team, team leaders وبروجكت مانجمنت واسوشيت واسيستنت. يعني في ديفرنت لايرز اوف بروجكت مانجرز. اوكي، على حسب طبعا ضخامه وكبر المشروع. واضح يا شباب؟ في اي سؤال، في اي استفسار؟ السلام عليكم دكتور، كيف حالك طال عمرك؟ نعم الرحمه، هلا ابوي. الله يحييك طال عمرك، كل سنه وانت طيب وعاد عيدك ان شاء الله بالخير والصحه والعافيه. تفضل. طيب عندي سؤال بسيط بس بخصوص الان البرزنتيشن. الو شباب. ايوه تسمعني دكتور؟ تسمعني الان؟ الو الصوت راح ابوي. الصوت طيب. who's ready to عبد العزيز، في عندك مشكله في الفويس؟ اي الحين طالع الصوت. ما نسمع شيء. who's ready to to present اليوم كفريق؟ اسمعونا. لحظه انا ما اسمع. لتمي انا اللي شكلي بسوي صوت واضح شباب صح؟ ايه ممكن. هلا شباب، الصوت واضح من عندي، تسمعوني؟ يلا من اللي كان، من اللي هي ريز ا كويستشن؟
في احد قاعد يتكلم؟ عبد العزيز لحظه ماني قادر اسمعك. ثواني بس. اي دكتور تسمعني؟ دقيقه بس. دكتور تسمعني؟ الصوت واضح؟ أظن الدكتور ما يسمع. عبد العزيز الحين الصوت واضح؟ أي دكتور الصوت واضح؟ في أحد يتكلم بس. لا أنا ما أسمع أحد، أحد يتكلم من الجهة الثانية. أي أنا أتكلم.